السلام عليكم طلاب، محاضرتنا اليوم عن Recognizing Normal Radiographical Anatomy، يعني شلون أعرف أقرأ الصورة مالتي اللي شلون أفرق بيها Normal Anatomical Landmark عن Pathological عن ماكو شيء. إذا كان أكو Pathological أعرف أنه أقول لا هذا Normal مو Pathological، مو فتشي يعني ممرض. Pathological يعني تعرفوا شنو يعني، مو شيء مثل سيست أبسس، جرانيلوما، أميلوبلاستوما، استخدوها إن شاء الله بعدين بالخامس أو بالرابع. فلازم أعرف إنه هذا لا، هذا نورمال أناتوميكال لاند مارك، لا هذا باثولوجيكال كونديشن. فلازم تعرفون تقرون الصورة، لازم الراديوغرافيكال ينيب يعني يكون عنده فد سكال يعرف يميز هذا نورمال أناتوميكال لاند مارك من الباثولوجيكال condition. أول شغلة هو البون. البون بكل الجسم مال human body يتكون من two types أو can be classified as cortical or cancellous. cortical اللي هو نفسه compact bone، نفس الاسم إنه cortical or compact، يعني cortical هو نفس الاسم compact or cancellous. تشوفون الصورة اللي بالوسط اللي مثل خلية النحل، هذا يصحوا له cancellous bone. اللي outer layer الانر layer هذا cancellous، بالاوتر الاوتسايد layer اللي فوق هذا السي سي مكتوب، هذا اللي هو الكورتيكال أو compact bone. نجي هسه طبعا دول وين شين يكونون البون كله مال البادي، بس احنا هسه احنا شغلنا بالمجزله وبالماندبل، فالمجزله مالتنا والماندبل متكونه من كومباكت كانسلاس بون. الكومباكت بون او الكورتيكال بون هو دينس بون، دا شوف كلش ثيك، فاراكم الصوره هنا هيات. الانفيريور بوردر مال الماندبل والسوبيريور بوردر همينه ايش دا اشوفها اهو اللي بالصوره قدامكم بالسهم، هذا الانفيريور بوردر مال الماندبل من متكونه من كومباكت اور كورتيكال بون. هذا البون شنو طبيعته؟ هو يكون دنس. بما انه هو دنس فايش راح يسوي؟ ريزيست الباسج مال الاكس راي بيم. اذا صار ريزيست الباسج شنو راح يبين؟ يبين راديو اوبك. عرفنا هسه الانفيريور بوردر مال الماندبل هاي ايش بينت لي؟ بينت لي راديو اوبك. ليش؟ لان هي كومباكت بون او كورتيكال بون. ليش صارت راديو اوبك؟ لان ريزيست الباسج مال الاكس راي بيم. الكانسلاس بون اللي هو هسه تشوفوه هذا بالصورة الثانية، الكانسلاس بون هو سبونج سوفت سبونجي يعني مثل اسفنجة بون لوكيتد بتوين تو لايرز، هذا بالنص يعني فمن فوق وجوه هياته. هاي سبونجي سوفت بون لوكيتد بتوين تو لايرز اوف دينس كورتيكال بون، فوق كورتيكال وجوه كورتيكال، فهو بالوسط. شكله طبعا مثل خلية النحل، هاني كومب ابيرنس. مثل تشوفون هاي النقاط البيضة هيك، مو نقاط الشخابيط او الشخاط الصغار صغار هيك، هاي يسحولها ترابيكولي بون، ترابيكولي اللي هو بليت او بليت اوف البون، يعني هيك ترابيكولي هاي الصغار من البون. هذني همينه بون، بس هاي شنو يتكون من عندها الموجوده وين؟ قصدي هاي الترابيكولي موجوده بالسبونج بون، فعلى اساس هذا السبونج بون ايش راح يبين؟ يعني ال varies بالراديو اوباسيتي. احنا قلنا البون كل بون هو راديو اوباسيتي، كل بون راديو اوباسيتي، بس السبونج الكانسلاس بون او السبونجي بون هذا شنو varies تختلف راديو اوباسيتي مالته، الشيد اوف جراي هذا يعني افتح اطوخ هيك بون. ليش؟ اكوردنج شنو سايز والنمبر مال الترابيكولار سبيس. هاي البون، هاي البون الصغار الخطوط هذني ابيض، هاي الابيض هذني اكو بيناتن سبيس مو متصلات، اكو سبيس بيناتن، فبين ترابيكولي وترابيكولي هذا السبيس اذا كان السبيس كلش واسع، هذا السبيس طبعا فولد وذ فات بلاد بون سيلز، المهم هذا موجود بي، فهذا السبيس حيبين راديو اوباس راديو لوسنت العفو، والبون هاي الترابيكولي راديو اوباك. إذا هذا السبيس بين الترابيكولي والترابيكولي كان هو هواية لارج سبيس، إيش راح تبين أكثر شيء يصير؟ راح أبير يعني يصير سواد أكثر من البياض، تمام؟
يعني هسه شنو نقول احنا؟ نقول هاي الترابيكولي قلنا هالبون ريسيست الباسج مال اكس راي بيم، وش تبين؟ تبين راديو اوبك، راديو اوبك. السبيس بين ترابيكولي وترابيكولي هو مره سبيس، هذا شنو؟ بيرميت الباسج مال اكس راي بيم، فش راح يبين؟ راديو لوسنت. عرفنا؟ زين، اذا كان هذا السبيس كل ما زاد زاد بين ترابيكولي وترابيكولي زاد السبيس، ايش راح تبين الاريا؟ اولموست راديو لوسنت بلاك. اذا شو وقت؟ اذا السبيس مالتي هوايه، اور اذا كانت الترابيكولي مالتي ثن صغيره، يعني معناها مو كلش راديو اوبك بعدها ما يعني ثن، فهم يعني راح تبين عندي المنطقه كلها راديو لوسنت. شلون هسه تشوفون يعني هي شلون رصاص وبشويه ابيض هيك بمعنى. زين نجي هسه الاليفلار بروسس، نجي هسه الاليفلار بروسس اور الاليفلار بون. هو شنو؟ اللي مكان البون اللي يحيط بالروت مال التيث. بورشن هو بورشن من المكزيلا والماندبل ذات سراوند اند سبورت الروت اوف التيث، يعني البون اللي دار مداير الروتات. هذا نصح للاليفلار بروسس اور الاليفلار بون، هذا لازم تعرفوه. من اقول الاليفلار بروسس الاليفلار بون، تخيلوه البون اللي دار مدار الروت. زين هذا الاليفلار من دي يتكون؟ من كانسلس وكومباكت بون او كورتيكال بون. هسه الفوق، الفوق اللي بين الكراونات، هذا البون يصحوا له كورتيكال بون. احنا مو قلنا الكانسلس صاير بين بتوين كورتيكال تو كورتيكال، من فوق ومن جو من هو بالنص صاير، فالفوق البون هو كورتيكال. فاذا هسه الاليفلار بون هو كورتيكال وكانسلس. هسه هاي الصوره تشوفوها كورتيكال بون اون كريست اوف الليفلر ريدج، هذا الكورتيكال ده اقصد عليه، وهذا اللي جوا الابيض هو الاصفر العفو هو الكانسلس اللي على اليسرى. نجي هذا الليفلر بون او الليفلر بروسس بي اناتوميكال لاند مارك، ضروري تحفظوهم، ضروري تعرفوهم، لان هاي منا لحد ما تتخرجون وياكم لازم تعرفون شنو لامنا ديوره، شنو بريودنتال ليجمنت سبيس، شنو الليفلر كريست. وهسه بالرابع وبالخامس اكو هواي ديزيز يعتمد على وجود اللامنا ديورا، لو مو موجوده البريودنتال ليجمنت سبيس، فلازم لازم واجيبها بالامتحان، لازم تعرفوني ضروري اللامنا ديورا والبريودنتال ليجمنت سبيس والالفيلار كريست. نجي اللامنا ديورا، هاي الصوره اللي رقم حرف اي، هاي اللامنا ديورا، هذا الخط الابيض اللي داير مدار الروت مال التوث. هاي يعني بعد اسهل من هاي ماكو توضيح. زين هذا الخط الابيض شنو هو؟ هو هارد كورتيكال بون. ليش؟ لانه جايني من فوق، دا يصير دار مدار نازل من فوق وصاير دار مدار الاسنان، فاذا هو شنو؟ هارد كورتيكال بون ذات لاين الالفيولاس. الالفيولاس هو المكان اللي يقعد بي التوث، التوث سوكت. بالراديوغراف هسه بالصوره ايش دي اشوفه اني؟ دي اشوفه ثن، كلش ثن، فشي نحيف ثن، لونه شنو؟ راديو اوبيك لاين اور بوردر، لاين خط او بوردر سراوند روت اوف التوث، هاي لامنا ديورا اللي ورا القلع باسبوع تقريبا 3 ايام 4 الى اسبوع، هذا موجود هذا الشكل صوره بي. يعني انا قبل اسبوع اجتنا وحده قالعه بمكان مركز صحي بالدوام، وقالت لي بعد اكو جزء من الجذر مالتي وما قلعوه كله. زين اوكي، حتى وقبلها واحدة هم كان جاينا واحد بعيادة وصار له كم يوم يعني، وقول لي ما بقى يعني نشرع كله بقى لجزء منه، فهذا اول شيء شنو نسوي له؟ ناخذ له اكس راي نشوف اكو روت لو لا. بالضبط تشوفون هاي الحالة بي، انه اذا كان قلع كله طبعا الطبيب، فاذا كان مقلوع كله هذا راح تشوفون، يعني بعد القلع تبقى اللامنة ديورة فترة وتروح، بس هاي خلال اسبوع من يوم يومين لحد الاسبوع مرات اسبوع ونص موجودة اللامنة ديورة. فهاي هواي اذا تريدوا تأكدون بعد القلع ماق او انت قلعت بالعيادة وشكيت انه اكو روت لو لا، فتروح تاخذ اكس راي راح تشوف هذا الابيض، هذا الابيض هو اللامنة ديورة. عرفنا؟ زين البريودنتال ليجمنت سبيس، احنا شنو هي البريودنتال ليجمنت؟ من اسمها ليجمنت، يعني اربط، تربط التوت بالعظم، هاي بالعربي تربط السن بالعظم، او هو بمعنى السن من هو من الروت، لان هو السن قاعد بالعظم بالروت مالته، الروت مالته قاعد بالعظم، فاذا البريودنتال ليجمنت تربط الروت بالبون، فاذا من هي ليجمنت؟ يعني سوفت تشو، فمن سوفت تشو معناها شنو؟
ما يبين بالاكس راي ايمج بالراديوغراف، يعني ما يبين بالصوره. فايش راح يبين؟ شلون يبين هذا السبيس الفراغ اللي هي هاي اربطه space in which periodontal ligament lies is often visible as thin radiolucent border between the lamina dura and root of teeth. هذا اللي تشوفوه بالسهم، هذا الاسود السواد اللي بين اللامينا دورا والروت، هاي البريودنتال ليجمنت سبيس ضروري تعرفون اياه. بالهيلثي بريودونشم اللي ما عندهم مشاكل لا عندهم ديزيز لا سيست لا ابسس، تاخذوها ان شاء الله شنو السيست والابسس، وتاخذون البوكيت ان شاء الله بالمراحل الجايه. اذا ما عندي بوكيت وما عندي مشاكل يعني تمام البريودونشم مالتي، يعني بريودنتال ليجمنت ذني اقصد البريودونشم، هذا البريودنتال سبيس ايش راح يبين؟ continuous مستمر uniform thickness radiolucent line continuous radiolucent line. احنا متفقين هو radiolucent line هو لون خط اسود، بس اهم شيء continuous مستمر of uniform thickness، يعني thickness مالته مساوي على طول الروت، داير مدار الروت من جهتين. لان اكو هسه ان شاء الله تاخذون اكو disease مثلا cyst شنو granuloma، اكو ديزيز يصير وايدنج بالبريودنتال ليجمنت سبيس، مرات اكو ديزيز مثلا ان شاء الله بالمحاضره الجايه ما هي البريودنتال ليجمنت سبيس ما موجوده، فلازم تعرفون البريودنتال ليجمنت سبيس وين، اللامينا ديورا وين. زين هسه عندنا شيء اسمه الليفلر كريست، هو الكورونال بورشن اوف الليفلر بون، كورونال يعني قريب الكرون، بورشن من الليفلر بون found between the teeth. الالفلر كريست هي من احنا قلنا قبل شويه، ما قلنا الالفلر بون او الالفلر بروسس هو كورتيكال وكومباكت كورتيكال وكانسلس، هذا الكورتيكال اللي اقصد به اللي هو الالفلر كريست، هي دنس كورتيكال بون اند از كونتينوس، بعد شوفونها البون نفسه نازل رايح ويا اللامينا ديورا، فاللا من ديورا عرفناها هي كورتيكال بون قبل شويه. شلون نعرف هذا نورمال؟ لازم الالفلر كريست بيلو سمنتو انامل جانكشن 1.5 الى 2 ملم بيلو سمنتو انامل جانكشن بالراديو اوبيك سوري بالراديوغراف. شلون يبين لي اذا كان عندي نورمال ما عندي مشاكل؟ لازم 1.5 الى 2 بيلو سمنتو انامل جانكشن. لين همين هسه تاخذون اكو ديزي مثلا يصير عندنا بون ريزوشن عندنا بوكس، هذا راح ينزل، فمن تاخذون اكس راي تشوفوا اكثر يعني من 1.5 الى اكثر من 2 مرات 4 نازل، فلازم تعرفون النورمال لازم يكون هو بيلو سيمنتو انامل جانكشن بشقد بيلو 1.5 الى 2. زين هسه هذا الالفلر بون اللي بصورة عامة نقول الالفلر كريست اللي هو بالانتيريور يختلف عنه بالبوستيريور. بالانتيريور ايش تشوفون؟ تشوفوه pointed وشارب مدبب. ايش راح يبين لي؟ pointed وشارب. ايش راح يبين بالراديو؟ اهمي انا بعد شلون دنس راديو اوبك لاين بالانتيريور ريجن كلش دنس يصير يعني راديو اوبك اكثر. بالبوستيريور ريجن ايش تشوفوه هسه هاي بالبايت وينج؟ تشوفه فلات وسموث. هنا ايش راح يصير؟ هنا بالبوستيريور الالفلر كريست تكون less dense فلس راديو اوبيك ذان اللي تبين بالانتيريور ريجن. المهم بالبوستيريور فلات وسموث، بالانتيريور بوينتد وشارب، طبعا ذيك دنس فلذلك تبين دنس راديو اوبيك اكثر راديو اوبيك، هاي less dense فسر less راديو اوبيك من منو؟ من الالفلر كريست اللي بالانتيريور ريجن. عندنا شيء اسمه التوث ستراكشر اللي كنا نعرفه هو انامول دنتين وبالب وسمنتم، هاي مكونات التوث ستراكشر. عندنا الانامول هو اكثر ستراكشر بالبادي مور دنس، اكثر شيء دنتست دنسيت ستراكشر فاوند بالهيومن بادي، بما انه اكثر دنس كل ما احنا ماخذيها قاعده كل ما ستراكشر كلش دنس كل ما راديو اوبك اكثر، فبما ان هالانامول هو كلش دنس فايش راح يبين؟ مور راديو اوبك. تشوفون هاي بالصورة اي كلش بياضة طخ. الدنتين اللي هو بنيث الانامول ايش راح يبين؟ هم يبين راديو اوبك بس شنو
أقل من الإنامول. ليش؟ لأنه أقل دنسيتي من الإنامول. طبعا الدنتين هو ده شوفون هسه يكون الماجوريتي اوف تو ستراكشر، بس مو راديو اوبيك نفس الانامول، لا يصير اقل. زين، التقاء الانامول ويا الدنتين بجانكشن شحوله دنتينو انامول جانكشن، هو جانكشن بين الدنتين اند الانامول اوف التوث. هذا ايش راح يبين؟ هذا حرف سي يبين فد لاين ابير اس لاين وير الانامول اللي هو كلش راديو اوبيك ميت الدنتين اللي هو ليس راديو اوبيك. السمنتة هذا اللي جوا اللي هو يعني سمنت وين موجود؟ السمنت دائما يغطين الروت نعرفه، فكفر الروت اللي هو طبعا ليس دنس اقل من الدنتين واقل من الانامول. المهم هو كفر الروت از ايفن ليس دنس. زين احنا الروت نشوف هسه الروت كله نشوفه لون واحد، مدى نفرق اكو دنتين مدى نفرق اكو سمنت، كله شو وحده كله لون واحد. بعد ما اعرف وين السمنت وما اعرف وين الدنتين. ليش؟ لانه بس الليار من السمنت كفر الروت، يعني طبقة السمنت اللي تغطي الروت كلش قليلة، فلذلك ما اقدر اميز راديوغرافيكالي الدنتين من السمنت. ليش؟ لانه هو السمنت يغطينا يعني يغطي الروت بس ثن لاير، يكون ثن لاير. زين البالب كافيتي هاي بالصورة اللي على اليمين هذا اللي او حتى نفس الصورة اللي على اليسار، هذا الراديولوسنت بالوسط اللي هو السوفت تشو. البالب شنو عندنا؟ البالب عندنا بالب تشامبر. مين مكون بالب كافيتي؟ كونسيست اوف بالب تشامبر اند بالب كانال. تشامبر هذا اللي فوق اللي بالكراون، الكانال اللي موجود بالروتات تعرفوا هذا، اند از ذا اونلي نون كالسيفايد توث تشو. هو نون كاليسيفايد يعني مو كاليسيفايد مثل الانامول دنتين، لذلك ايش راح يبين؟ يبين لي راديولوسنت. شنو بي موجود؟ بي بلاد فيزلز نيرف لمفاتيك. وهو شنو؟ بما انه هو نون كاليسيفايد فشنو حيب يعني بيرميت الباسج مال اكس راي بيم، لذلك ايش راح يبين؟ راديولوسنت بالدنتال ايمج. زين من أرد أجي أشوف البالب كافيتي، طبعا أخذوها قاعدة بالتشيلدرن بالصغار يختلف عن بالكبار، بالكبار اللي old age همين يعني بالصغار البالب يكون كلش لارج أكثر من ما هو موجود بالأدالت، because it decreases in size with age due to formation of secondary dentine. زين يعني هسه الطفل عمره 6 سنوات او 7 سنوات او 8 لحد ال 12، انتم من تريدون تحشوله سووا له فت كلاس 1 كلاس 2، تخلون عبالكم انه هذا البالب قريب، فلازم بي كيرفول من تشتغلوا له. من يجيبون واحد عمره افرضوا عمره 30 25 35 40 بهال، هذا البالب مالته شوي يكون اصغر السايز مالته من أطفال. إذا لا أكون مثلا عمر ذري عمره 60 70، هذا البالب مالتهم كلش صغير صاير بي يعني. ليش صار صغار؟ لأن هو البالب أصلا يصغر ويا الأيج. ليش؟ due to formation of secondary dentin. فما هنشوفون مثلا خاف بعد شهر أقوى بالأكسريات راح يشوفون من الأطفال الدنتين اللي سوري البالب مالتهم كلش لارج، يعني بالكبار الأدالت لا يصير أقل أصغر. طبعا هنا لما تشوفون الاند مال الروت، الروت كانال از كولد ابيكال فورامين اذا تذكروها، بس ما تبين لنا بالاكس راي. ذس فورامين شنو فائدتها؟ تسمح لي باسج النير باسج النيرف والبلاد فيزلز، يعني هي نورشمنت للتوث عن طريقها يدخل البلاد فيزلز والنيرف انرفيشن، بس هي ما تبين لي بالاكس راي، خلوها ببالكم بس هي موجوده. زين عندنا الدنتيشن، عندنا الاطفال هم نقدر ناخذهم اكس راي ونقدر ناخذ يعني مرحله الديسيديوس تيث بالاسنان اللبنيه وبالميكس دنتيشن، يعني يعني ميكس دنتيشن يعني اللبنيه والدائميه، ونقدر ناخذ اللي بعمر مثلا 12 سنه، هذا كلها اسنان دائميه. بمعنى انا اقول لكم اكو صور حتشوفون بيها هيتش مثل ما تشوفون هاي، لا تستعجبون شنو هاي، هاي عباره عن اسنان لبنيه وتحتها موجوده الاسنان
الدائمية. هسه هاي رودا تشوفون هاي الاو بي جي، طبعا هاي الصورة الهوسة، هاي كلها كلها ديسيديوس، وهاي الاسنان الدائمية قاعدة تتكون جوا. مثلا عندكم السكسات بالاو بي جي هاي بيرمننت، والبقية هاي فوقها دي او اي، وهاي جواها جواها الفور والفايف. المهم انتو هاي بعدين تاخذوه، انتو تعرفون الترقيم مال توت مال الاسنان اللبنية شلون ما اخذيتو بعدكم. بس المهم بالاو بي جي اللي هاي صحوا الاكسترا اورال ايمج حنشوف، من نشوف هيك ما نستغرب، وشوف العمر مال الطفل هذا تقريبا هذا عمره 7 يعني طالع له 6، فمن اشوف اقول ايه يعني حتى اعرف هذا اللي شنو هذا الطفل بعمر، لان اكو مرات شوفوا نعتمد على الاو بي جي بالعمر مال الطفل. مثلا اني يعني اجيب لكم، ما اجيب لكم اياها بس كان يجيبون لنا انه يعطينا او بي جي ويقولون لنا ايش قد عمر هذا الطفل، يجيب لكم اياها بالاطفال مو يجيبوها بالاكس راي، كان يجيبوها بامتحانات انه على اساس يعني على اساس هاي الاو بي جي ايش قد عمر الطفل. فالمهم تشوفون هيك اكس راي هاي تعرفون هذا عنده ميكس دنتيشن بيرمننت وديسيديواس. اللي بالوسط هاي بي اي البري ابيكا، هاي موجود الكناين والبصفة الدي والاي، وهذني جوا الفور والفايف. اللي الصورة اللي على اليمين هاي السكس بعدها ما طالع، هاي الدي والاي، وهاي بعد الاسنان الدائمية جوا دا يتكونن. المهم هاي لازم تعرفون يعني زين. عندنا فت حالات لازم تعرفون، واغلبكم هسه يعاني من عندها انه الاسنان العقل ما كلها طالعة، ما طالعة او طالعة غلط بحيث اللي يسوي لي ألم ما طالع لي فوق يعني باقية بالجو نفسه، فهاي سحولة impacted teeth يعني صح استأخذوها بالرابع impaction. الimpaction يعني impacted يعني أسنان ما طلعت بقت بالجو مالتها، teeth تكونت form but are unable to erupt اللي هي سحولة مطمورة impacted. شوفوا هسه وتاخذوها ان شاء الله اكو horizontal impacted مثل ما تشوفون هاي الايتات اللور ايت، واكو vertical impacted مثل هاي الابر ايتات، هاي فيرتيكال امباكتد يعني مطموره ما طالعه باقيه جوا بالجو. زين اكو شغله صحولها انادونشيا. انادونشيا يعني شنو؟ يعني كونجينيتال ابسينج او كونجينيتال ميسينج اوف سيرتين تيث. هسه تاخذوها بالرابع، اكو انادونشيا بارشيال انادونشيا واكو كومبليت اور توتال انادونشيا. يعني انادونشيا يعني اسنان مفقوده، يبقى حسب هي نوعها بارشيال يعني جزء، كم سن ماكو، لو توتال اسم الله يعني هاي كل الاسنان ماكو صايره يعني اكو امراض معينه بحيث ما يصير عند ما تتكون اسنان اصلا بالجو مالته، من تاخذ له او بي جي ماكو اسنان مو مطموره اصلا ماكو اسنان. فلازم تعرفون شنو انادونشيا هي هاي شيء يعني اكو توتال وبارشيال، بس هواي احنا نشوف بارشيال، التوتال قليل يعني بس بحالات مرضى اسم الله، بس اكثر شيء نشوف البارشيال. اغلب شيء اسنان اللي هي يصير بيها ميسنج هي اللور فايف والابر لاترال. انا خالتي وحده من الناس عمرها 50 سنة ولحد هسه عندها اللاترال مالتها ديسيديوس، اخذت لها اكس راي ماكو ما هو البيرمننت، بحيث موجوده التو سايد باقيات الديسيديوس ما وقع. ليش؟ لانه ماكو بيرمننت جوان حتى دفاعهن وقع. فاذا الاسنان اللي تصير بيها ماكو ما موجوده، متاخذون اكس راي وشوفون هسه هاي، شوفوا الصوره اللي على اليمين هاي سنترالات وراسا اجى كناين، اخذ اكس راي يشوف بلكيت انه جزء مطمور حتى نقدر نطلعه بسيرجري او فشي. اذا هذا ميسنج، هذا سحوله انادونشيا، هذا الجوار لور فايف همينه انادونشيا. فالبيشنت بهيجي حاله شو يسوي؟ هي هاي طبعا نورمال مو فشي باثوجينيك ويخوف باثولوجيكال، لا بهالحاله يحافظ قدر الامكان يحافظ على اسنان اللبنيه، لانه اذا راح بعد ما له مكانه، واذا شلعه يزرع او شنو يرتب بمكانه. المهم تعرفوا لي شنو انادونشيا. زين عندنا سوبر انيوماري يعني اسمه زياده بالاسنان. سام بيبل هاف وان اور مور اكسترا تيث كولد سوبر انيوماري تيث، يعني عنده سن زايد. احنا مو عدد اسنان 32، هذا لا عنده مثلا 33 34. يعني هسه تشوفون اخر صورة جوا على اليمنى، هذا فد ما احنا جاينا هيك مراجعة انا هواية شايفة بين السنترالات الابر اكو توث طالع، هذا ميزوديس، هذا
السوبر نيومراري اللي بين السنترالات تو أبر سنترالز إنسايزر يصحوله ميزو دينس. فهذا يعني مهم تاخذوها إن شاء الله. شوفوا هسه الصورة اللي جوا على اليسرى همين أشوفوا عندهم، هو عنده 4 و 5، عنده 4 و 5 بس هذا شنو زيادة طالعة أسنان. هاي بالإكسريات الفوق A B C شوفوا هو موجود هذا الميزودينس اللي أقصد عليه. شوف شلون طالع بين الروتات، مرات ما طالع أصلا يبقى جوا. هاي B عندنا 5 زايد، هنا همين 5 زايد، وعندنا مراجع اسم الله عنده سوبر نيومراري تقريبا كان 9 أسنان 6 و 5 ولبر، أو يعني هو خطية وظل مستمر يروح ويرجع ويروح ويجي، إذا نشيل له واحد واحد يعني شوفوه هيك حالة صحوله سوبر نيومراري. هذا من صح له امباكتد سن موجود مطمور، هذا صح مطمور، هذا زايد ومطمور أو طالع مرات هو هذا هذا اللي تشوفوه بالصورة بي هذا مطمور، هذا مين صحوله امباكتد، هذا صحوله سوبر نيومراري بس هو صار امباكتد. أوكي فرقوا، هذا سوبر نيوماري بس ما لما كانوا طلع فموجود جوا بالجو. زين هسه نجي وهذا شغلنا كله، نجي بالمكسيلري انتيرير ريجن. اخذت اول ما بديت مو اخذت اكس رايات للابار سنترال ولاترال، اخذت هاي الاكس راي. لازم تعرفون هذا شنو الابيض، شنو كل جزء بيه، شنو لازم تعرفون تقروه، لان اذا صار عنده ليجن بهاي المنطقه ما تعرفون هذا ليجن يعني التهاب او فتشيش كيس او شنو عن هو النورمال اناتوميكال لاند مارك. اول شغله عندنا هي النيزل سيبتم، هاي اللي صورتها بالسكال، هذا بالخط العمود بالوسط نيزل سيبتم اللي هو يكون دينس كارتل ستراكشر اللي سيبريت الرايت نيزل فوسم فروم الليفت. شنو راح يبين من انه هو كورتيكال بون هو كارتلج وهو دينس ستراكشر، شو راح يبين؟ راديو اوبك vertical radio line يفصل لي separating the pair radio lucency of nasal cavity. هاي المنا ومنا هنا الأسود يصحوا له nasal fossa أو nasal cavity radio lucency منا ومنا، بالوسط هو هذا nasal septum. زين ال anterior nasal spine اللي هاي جوا صار مثل V shape projection from the floor of the nasal fossa بالميدلاين. شو نصيح له هذا؟ نصيح له anterior nasal spine اللي يصير مثل في شيب. شلون يصير؟ راديو اوباسيتي، راديو اوبك، المهم راديو اوبك نيزل سبتام همين راديو اوبك. انا هسه دا احكي على راديو اوبك فيتشرز اللي موجوده بالمكسيلري anterior region. زين نيجي inverted واي هاي الواي انفيرتد يعني واي مقلوبة، هاي بمعنى شنو انفيرتد؟ انفيرتد معكوس او مقلوب. هاي وين نشوفه؟ هو فدلان مارك نشوفه ان كان بريمولر اري، من اخذت اني للكنان واخذت البريمولر صورة واحدة. راح نشوف هذا الواي، اذا شفنا هذا السهم الابيض والاسود بس واي معكوس. مين اجاني؟ هو انترسكشن تقاطع المكسيلري ساينس، هسه اللي ناخذها بعدين، المهم هذا تعرفوا لي هذا اللي عليه سهم ابيض هاي مكسيلري ساينس، اللي عليه سهم اسود اللي هاي الصوره دا احكي على اليسار، اللي عليه سهم اسود هاي نيزل كافيتي. انترسكشن المكسيلري ساينس والنيزل كافيتي راح يبين لي انفيرتد واي. هذا اللي اذا اشوف هذا الابيض ما اقول فد ليجن او فد شيء او ابنورماليتي، لا هذا انفيرتد واي. شلون يبين؟ راديو اوبيك upside down y formed by intersection lateral wall مال النيزل فوسه ويا من ويا الانتيرير بوردر مال المكسيلري ساينس. هسه ناخذ المكسيلري ساينس بس انا تعرفوا لي هاي الانتيرير بوردر مال المكسيلري ساينس ويا من ويا اللاترال وول مال النيزل فوسه. طبعا اثنيناتهم لازم تعرفوهم، اثنيناتهم اللاترال وول مال النيزل كافيتي والمكسيلري ساينس متكونين من دينس كورتيكال بون، فكل دينس كورتيكال بون قلنا يبين راديو اوبيك لاين، يعني يبين راديو اوبيك. وين موجود هذا الواي الانفيرتد واي؟ يكون سوبيريور تو ماكسيلاري كناين، سوبيريور يعني فوق، اكو سوبيريور تعرفونه اكو انفيريور، سوبيريور يعني اللي فوق انفيريور اللي جوا، فهاي سوبيريور تو ماكسيلاري
كنا. زين هسه عندنا هسه احنا اخذنا الراديو اوبك فيتشر اللي موجوده بالماكسيلري انتيريجر. هسه بالماكسيلري انتيريجر الراديو لوسنت فيتشر. هسه اول شغله عندنا هي الميديم بالاتاين سوتشر اللي هو هذا بالنص اللي appear as thin radiolucent line between المكزيلاري سنترال انسايزرز اللي تشوفوها بالليتل فيو بالسكول وبين لي بالاكس راي thin radiolucent line between المكزيلاري سنترال انسايزرز. طبعا لازم تفرقون انه هذا ما يصير بي مستيك انه هذا فد فراكتشر صاير بالجو، لا لازم تعرفوه مكانين بين من مكانه. وشي يكون هذا الميديم بلاتاين سوتشر is bounded on both sides by dense cortical bone that appear radiobic. تار مدارها شنو؟ اكو dense cortical bone. المهم هذا radiolucency هو شنو؟ ايش راح يبين ميديم بلاتاين سوتشر؟ thin radiolucent line between maxillary center incisors. طبعا هذا شو قد يبين؟ تقريبا كل ما young كل ما اصغر كل ما يبين موجود يعني واضح، بحيث اللي عمره مثلا يجي فات 50 سنة 40 سنة هذا ما يبين، لانه هذا السوتشر يفيوز وذ ايج في يعني يلتحم فيبين less become less distinct on dental image. فمو هواي نشوفه يعني اذا بالكبار، خاصة اذا واحد عمره 50 60 سنة هاي ما تشوفوه يعني، او اذا شوفوه خطفة يعني كلش رفيع وما يبين اكثر شيء يعني، بس بالعمر اصغر. ليش؟ لانه صار بيفيوز. بس لازم تعرفوه، مرات يبين بالعمر 20 25 30 يبين. زين نجي انسيسيف فورامين، اذا تذكروها اللي يدخل بيها انسيسيف نيرف. زين هاي هي الفورامين، احنا كل فورامين شو تكون؟ لو اوفال لو اوفويد لو راوند، تذكرون لازم شكل الفورامين. اول دائما مرات نصح لها نيزو بلاتاين فورامين اللي يدخل بيها من النيزو بلاتاين نيرف. زين شلون راح تبين هي اصلا؟ appear as small ovoid or round. بدي اشوفها ovoid small radiolucent area located between root of central incisor. دائما لازم تعرفوها، ما تصير mistake for abscess or any pathological condition. لازم تفرقون مرات اكو cyst lateral dental cyst، تاخذوها بالانواع من ناخذ السيست، فلازم تعرفون تفرقوه عن السيست عن اي باثولوجيكال كونديشن. فهاي مبينه شنو هي؟ هي انسيزيف فورامين شلون راح تكون؟ سمول اوفويد اور راوند راديولوسنت اريا لوكيتد بتوين روت مال ماكسيلاري سنترال انسايزر. هي وين الميديم بلاتاين سوتشر راح يصير على طول هن، فرقوا بينها وبين الانسيزيف. انسيزيف مبين اراوند سمول راديولوسنت اريا. زين طبعا الانسيزيف فورامين هاي اي appear هنا avoid radiolucency between root of central incisors. زين هنا بالبيش راح نشوف البوردر مالته، انتبهوا على البوردر راحت which is diffuse but within normal limit. هي يعني شلون راحت وين البون صار بها diffuse، بس مبين اكو فد radiolucency مرات ما تبينوها distinct، ترى هم اكو variation بين واحد وواحد ما تبين كلش واضحه، صار ديفيوز ويا البون. بس هي هاي لازم يعني تعرفوها من ضمن هاي نورمال مو في الديزيز، شلون تعرفوها بعد على البوزيشن مالتها. زين نجي النيزل فوسا اللي قلناها قبل شويه اللي هو النيزل سبتم بالوسط تو رايت تو ليفت، قلنا اكو راديو لسنسي يفصل بيناتهم، هو هذا صحنا النيزل كافيتي او النيزل فوسة اللي هو large air space divided into two pairs radiolucencies by منو قلنا راديو، هذا radiolucency مين شنو يفصلها؟ radio opaque nasal septum. وين نشوفها؟ above root مال incisors. هذا كل سهل وما حد يخربط به طبعا، كل سهل. زين هسه عندنا lateral fossa. هاي lateral fossa اللي لها اسم ثاني صح لها كناين فوسة، اللي هو كل فوسة خلوا بالكم كل فوسة يعني راديو يعني راديو لوسنت
لاترال فوسة، لا كناين فوسة، نيزال فوسة، يعني راديولوسنت. فهي راديولوسنت موجودة بتوين مكزيلر لاترال انسايزرز، تشوفون بين اللاترال وبين الكناين، بس وين بالمكزيلة. هاي شنو ليش صارت فوسة؟ من فوسة يعني حفرة خسفة، هي شي معناها شي يعني representing degrees بالthickness، degrees thickness in the bone بالهاي in this area، بهاي المنطقة صار thickness مال البون قل، فبينت لي صار عندي فوسة. فشون تبينني؟ تبين لي radiolucency. In some pre-apical image a lateral fossa may appear distinct radiolucency and other may absent. The appearance of a lateral fossa varies depending on anatomy of individual. مو دائما نشوفوها، مرات واضحة ومرات ما موجودة، يعني يعتمد على الاناتومي مال الانديفيدوال، بس لازم تعرفوها هي موجودة بين اللاترال والكناين بالأبر، أقصد بالمكزيلا بين اللاترال والكناين في الهيدروسنسي، مرات تشوفها واضحة مرات ما موجودة أصلا ومرات مو كلش واضحة حسب الاناتومي مال الستركتشر. هسة المكزيلاري بوستيريور ريجن، المكزيلاري بوستيريور ريجن الراديو اوبيك ستراكتشر اللي هاي كلش مهمه، اللي سي المكزيلاري ساينس الانفيريور بوردر مال المكزيلاري ساينس، هاي مهمه وهاي اجيب عنها وهاي منا الا ان تتخرجون، ومن تتخرجون همينه وتقابلكم العمر كله، فلازم تعرفوا هاي بالصوره، لازم تعرفون هاي شنو هي مكزيلاري ساينس. بالوسط هاي الاسود هاي مكزيلاري ساينس، هذا اللي انا مؤشرته بالمؤشر الاسود وبالمؤشر الابيض هذا الفلور مال مكزيلاري ساينس او اللايننج، يصحوا لها اللايننج مال مكزيلاري ساينس او الفلور او الانفيريور بوردر مال مكزيلاري ساينس. شلون تبين اني هي؟ طبعا هي راديو اوبيك لاين من متكونه ثين دنس كورتيكال بون، فكل ثين قلنا كل كورتيكال بون راح يبين راديو اوبيك لاين، فهي شنية thin dense cortical bone indicating the wall مال maxillary sinus، شلون تبين راديو اوبيك لاين. while sinus نفسها جوا sinus الجيوب الانفية، طبعا خاف ما تعرفوها maxillary sinus maxillary antrum اسمها الثاني، يعني الجيوب الانفية اللي تندلون مكانها اكيد، يعني بدأ ما تندلون شوفوا بالاناتومي مهمة واجيبها. شلون هاي الساينس؟ هي كافيتي داين اللايننج مالته هذا الراديو اوبك، هي هاي بالوسط الاسود اللي نشوفه الساينس كافيتي، شي يبين راديو لوسنسي اللي داير مدايرها الفلور مالته او اللايننج مالته يبين راديو اوبك لاين. الانتيريور اكستنت اوف المكزيلاري ساينس اوف از اوفن انفيزيبل ان انترا اورال راديوغراف اوف كناين ريجن، مرات توصل لي من اني اخذ للكناين حسب الامتداد مالتها الساينس هاي الفلور مالتها، حتى لو اني ماخذه للكناين والبريمولر اشوف الساينس مرات، ومرات لا هي توصل للفايف للبريمولر وبس. هسه شوفوا هاي الصوره الثانيه وين واصله، واصله للكناين ومرات بس للفايف، فلازم تعرفون هذا شنو، هذا مكزيلاري ساينس هاي اللايننج مالتها. زين هسه تشوفون اللي الصورة اللي على اليمين ليش هاي الساينس نازلة، والصورة اللي على اليسار الساينس اللي فوق. الأسنان من موجودة فما تخلي اللايننج مالت البطانة أو الفلور مال الساينس تنزل. أنا هنا من شالعة الأسن وفترة هاي ماكو فشي يلزمها بحيث ما تنزل، فتظل شوفوها شلون نازلة نازلة بين الأسنان تنزل، وإذا هاي مثلا إحنا لو شانعين هسه من السفن هم تنزل، بس ما تنزل يعني تبقى من ضمن البون هيك، يعني تنزل من مكانها الطبيعي. فإذا هيك أسنان واحد يريد يسوي له سيرجري مثلا إمبلانت زراعة لازم يرفع هذا اللايننج، سوى له ساينس ليفت يلا يسوون سيرجري. فقصدي هاي اللايننج تنزل إذا ما يعني إذا أني قالع الأسنان لمدة طويلة، لأن الأسنان راح تحافظ على مكانها اللي الله خالقها. زين هسه الصورة اللي على اليسار وهاي جدا مهم وكلكم واغلب يعني اغلبهم هسه يغلطون بي. انا ايش بدي اشوف هسه مثلا هذا الابر 6 وال7 اللي ايش بدي اشوف هسه، اقول ها هاي الاسنان خاصه البليت الروت طاب بالساينس، صحيح هو ما داخل بالساينس، هو سوبر امبوزيشن اور اوفرلاب يعني فوقها صاير فوقها ومو داخل بالساينس، تمام؟ ليش خو جزء عنده شوفه داخل بالساينس، ليش تقولي لي
اوفرلاب فوقها، لان انا الاشعه مالتي 2 دايمنشن مو 3 دايمنشن، فيصير بها اوفرلاب. فهذا لا بداخل بالساينس، اخذوها قاعده. واذا شكيت انه داخل بالساينس اسوي بالكون مالتي شيفت بالهوريزونتال انجوليشن، اسوي حتى اعرف حيبين انه يتحرك. المهم ناخذ التكنيك بعدين. بقصدي هاي من اشوفها دائما راح اشوف، ما اقول انه هاي التوث داخل بالساينس، لا هاي 2 دي مالتي فهذا اوفرلاب. شوفوا هسه هاي هنا هذا قالع صار لفتره طويله وماكو اسنان، هذا تشوفوها بالدينتشولاس بيشنت هذول الكبار. فشوفوا النازل الساينس مالتي واصل الكورتيكال بون. The floor of maxillary sinus extends toward the crest of the alveolar ridge in response to missing teeth. هنا كان missing tooth. هنا كوما أسنان فراح تنزل. ليش؟ لأنه هو كان الأسنان ما نعلينج بأنه ينزل. زين. مرات نشوف السينس مو بكل راديو سينسي فارغة. تمام. مرات لا أكفت سفتة. هاي السفته، هذا الابيض، هذا راديو اوبيك لاين، هذا السفته يصحوله سفته. شوفوا ود ماكسيلاري ساينس ابيس بير اس راديو اوبيك لاين وذن ماكسيلاري ساينس. مو بكل الصور موجوده، مو كل البيشنت عنده طبعا، نادره منش مو نادر يعني قليل، انا ما شايفه هوايه منها قليل بس موجوده. ان سامبري ابيكال ايمج السفته ابير اس ديستينكت راديو اوبيك لاين، ان اذر نو سفته ار سين. Presence and the number of bony septa within maxillary sinus vary depending on anatomy of individual. يعني مرات أشوف سبتة واحدة، مرات أشوف أكثر من سبتة. المهم سبتة شنو هي؟ هذا الخط الأبيض. شو أنا تبين؟ هو بون طبعاً. لحظة، خاف ما تعرفون شنو هو بون. فإذا هو شو راح يبين؟ راديو أوبيك لاين within maxillary sinus. مو موجود، موجود ونشوفه. فلازم تعرفوا هذا مهم. زين. زين اكو شيء اسمه زيجوماتيك بروسيس اوف المكزيلا بالاناتومي، هذا شغل اناتومي، اذا ناسين مكانه لازم ترجعون تقرؤوا، او حتى لو بالجوجل كتبوا زيجوماتيك بروسيس اوف مكزيلا ايمج راح تطلع لكم الصوره، فلازم تعرفوا ايش راح يبين. هذا اذا تشوفوه يصير يو شيب بورد عريض، يو شيب باند، اور جي شيب راديو اوباسيتي. كل بون قلنا راديو اوبيك، فلا تشوفوا مثل U أو J تريدون تتخيلوا بكيفكم. Radio opacity often seen above low فوق low superimposed. Superimposed يعني فوق. Superimposed over root of first and second debris molar. تشوفوا طبعا هذا radio opaque line الجو، هذا sinus، هذا هو فوقه مثل U أو J shape. Radio opacity superimposed over root of first and second molars. طبعا الزيجوما اللي هو مالر اور تشيك بون appear as diffuse. هذا شوفوا الصورة شون، طبعا هذا 6-7 وهذا 8 الصورة اللي على اليسار. diffuse radio opacity band extending posteriorly from zygomatic process of the maxilla. احنا قبل شوية هذا شوف قلناها اللي هو اليو او جي شي، هسه شفتوا هذا اليو، فالراديو opacity ممتدة لي ورا، فهي شو تصير؟ راديو اوباسيتي اكستند بوستيريرلي فروم زيجوماتيك بروسيس اوف المكزيلا. هاي هم بالصوره الثانيه اكو يو شيب ورا فد راديو اوباسيتي، هاي هي الزيجوما. زين هسه عندنا ماكزيلاري توبرسيتي، هاي هم مهمه طبعا، هاي من نريد نقلع الايتات الابر مرات والقلع تطلع ويانا من القلع، فلازم تعرفون موقعها حتى من تاخذون اكس راي تشوفوها وتتاكدون منها، يعني ضروري تعرفوها ماكسيلاري توبرسيتي. ماخذيها انتم تندلوها، لان هي حتى ماخذيها انتم بصف ثاني بالبروس، لان هي تعطي اذا كانت موجوده تعطي فدرتينشن للدنشر، اذا بالقلع طالعه ويا الايت يعني قلت الريتينشن مال الدنشر، فلازم تعرفون ماكسيلاري توبرسيتي شلون راح تبين. كل بون هو بون فراديو اوبيك. هاي وين موجودة؟ distal to the third molar region، ولكن تعتمد على السايز مال الترابيكولي
اللي موجود بيها بالبون ترابيكولي. فمرات كل شيء راديو أوبيك تبين، مرات يعني راديو أوباسيتي مالتها يعني البياض مالتها تختلف، مرات طاخ مرات أفتح حسب الترابيكولي الموجود بيها. بس لازم تعرفون هاي اللي بعد ديستال للثيرد مولر هاي ماكسيلاري تيوبرسيتي. عندنا شيء اسمه هاميولاس. هاميولاس إذا هم تذكروها هاي النتوءات اللي موجودة. الهاميولاس شلون يبين؟ هاي بالصورة موجودة السهم الأسود as triangle or sorry as radio opaque hook like مثل الهوك projection. وين موجودة هاي؟ يصير posterior element للمكزيلاري tuberosity area. The image appearance of hamulas varies in length, shape, and density. إيش وقت هاي أشوفه؟ إذا فد مرة أنا يعني ماخذ الراديوغراف مالتي كلش posterior يعني دافعتها زايد كلش. فusually observe on only most posterior intraoral radiograph. إذا كلش. فهذا بيصير مثل الهوك لايك بروجكشن، هذا الهاميولاس. زين. كورونويد بروسيس اوف المانديبول. هسه تقولون انه هو كورونويد، زين جابه على الصوره مال المكزيلا. انتم من تاخذون اكس راي هيك بهالحاله. فالكون مال اتجاه الكون هذا الايمينج ديفايس اكسترنال ايمينج ديفايس نحط بيه الكون مال هولدر. فراح هذا الكورونويد تشوفوه شلون راح يبين عندي بالصوره. هاي الصورة الثانية إذا تشوفون هذا الصورة اللي على اليمين، هذا اللي جوا مو يم الأسنان، هذا جوا، شوفوا شلون مبين هذا الكوندايل. ف سوري الكورونويد شلون أشوفه؟ as triangle or large pointed radio opacity superimposed over the maxillary tuberosity. هاي جوا أو مرات يعني جوا مو يعني إذا ها شو وقت يصير اوفر سوري شو وقت يصير سوبر امبوز اوفر المكزيلاري تيوبرسيتي؟ اذا اني ماخذ بالبارال تكنيك من انا عاض البيشنت عاض. بس هسه من تفتحون حليكم جربوا تفتحون حتحسون الكوندايل يتحرك من مكانه. فاذا بالبايسكتنج تكنيك راح تبين الكوندايل بهالطريقه دي جوا الصير مو سوبر امبوز على المكزيلاري تيوبرسيتي. يقول لك على الرغم انه هو هذا احنا مو قلنا هو موجود بالماندبل، بس هو ليش حناخذه ليش حيبين سوري بالاكس راي مال المكزيلا؟ لانه صار بالباث مال اكس راي بيم وان بوزيشن الكون فور ايمج المكزيلا بوستيريور ريجن. وهذا قليل نشوفه يعني ليش؟ لانه اذا كلش دافعين السنسر جوا يعني بوستيريورلي، واذا ماخذين بارال تكنيك بالبايسكتنج يعني هم يبين بالبايسكتنج هم يبين. لا لانه بايسكتنج اللي انا اقصد اذا انتوا البايسكتنج اللي تاخذوها بدون هولدر ما يبين. ليش؟ لانه البيشنت فاتح حلقه فيصير قريب يعني مو كلش يبين، مرات يبين ومرات لا حسب الفاريشن. بس اذا لا بايت بلوك وعاض هم يبين. زين هسه هاي فد يعني كل اللي حكيناه هنا سويتكم اياها بصوره واحده حتى تعرفون. هذا الاخضر اللي احنا ايش قلنا الزيجوماتيك بروسيس اللي يكون الزيجوماتيك بروسيس قلنا يصير على يو شيب. شفتوا شلون يو شيب صاير؟ از بروميننس يو شيب راديو اوباسيتي. زين نجي هذا الزيجوماتيك بون قلنا لك اكستند ديستالي البنفسجي اللي اذا شوفوا هذا هو المكزيلاري تيوبرسيتي، وهذا البرتقالي طبعا هو الكورونويد بروسيس. هذا اللي قلت هنا الصوره اوضح اللي صايره اوفرلاب اور سوبر امبوزيشن اللي صايره على المكزيلاري تيوبرسيتي. قلت حسب التكنيك، طبعا قلت لكم هنا حسب التكنيك مرات يبين ومرات ما يبين. فهسه هنا قبل الصوره قبلها سوري ما صاير عليها بس مبين، بس هو اكثر شيء يبين اكثر شيء يبين وين اذا كان يعني يبين سوبر امبوزد على المكزيلاري تيوبرسيتي. شفتوا شلونه؟ زين هاي هم صوره ثانيه مال المكزيلاري مولر. ايش راح نشوف هسه؟ رقم واحد شنيه اذا تشوفوها اللي هي اللايننج مال المكزيلاري ساينس. اثنين هي المكزيلاري ساينس نفسها
ثلاثة اللي قلنا المجزل الزيجوماتيك بروسيس مال المجزلة، الأربعة قلنا اللي هو ديفيوز ديستالي، الزيجوما، التلاترا تريجويد بليت لا عفوة، اللور بوردر مال زيجوماتيك آرش همينة، المجزلة ريتروبوسيتي رقم 7-8 قلنا مثل ما قلنا هو الكورونيدو بروسيس مال ماندبل لأنه صار بالباث مال إكس راي بيم، فش راح يصير يشوفوا سوبر امبوزد، أكثر شيء قلنا سوبر امبوزد عن مجزرة التوبرسيتي. هاي همينة مش نشوف هنا الرقم واحد هو الفلور مال مجزرة ريساينس، 2 ريساينس، 3 هي زيجوماتيك بروسيس. طبعا هنا شنو عندنا السبتة، شفتوها شلون السبتة هو السبتم المجزلري ساينس، فحتقسم الساينس ان تو كومبارتمنت، خمسة هو الزيجوما وهي الانفيريور بوردر مال زيجوماتيك ارتش. نجي هسه الشغلة الوحيدة اللي هي تطلع لي بالبوستيريور ريجن مال المجزلة اللي هي راديو ريسنس فيتشر وحيدة هي المجزلري ساينس اللي اخذناها قلنا، هي طبعا هي شنو جيوب الانفير، هي هو عبارة عن اير سبيس، لذلك حتبين لي راديو لوسنت، وهذا شوفون السبتة بالنص، فهي شلون تبين راديو لوسنت اريا ار لوكيتد سوبيريور المن للابيسيز اوف ماكسيلر بريمولرز اند مولرز. الفلور مال ماكسيلر ساينس دائما شنو از كومبوز من قلنا من تنس كورتيكال بون اند ابير مثل ما شرحنا راديو اوبيك لاين. طبعا بالاو بي جي هم تبين الساينس موجوده، وطبعا عندنا ساينس تو سايد يمنى ويسرى، مو عبالكم بس جهه واحده، ان شاء الله منه اصل الاو بي جي هم راكم اياها. نجي هسه للمانديبولار انتيرير ريجن الراديو اوبيك. اول شيء عندنا جينيال تيوبريكلز، جينيال تيوبريكلز هاي اللي تشوفوها اللي هي تصير بوني كريست اون اللينجوال سيرفيس اوف المانديبول، هذا اللينجوال سيرفيس فتقمه من البون ذا سيرفورز، فائدتها شنو هي مصل اتاتشمنت. It appears as shown ring shape radio opacity at midline below the apices mass central incisor. هاي تشوفوها radio opacity البياض اللي صاير below the apices بالmidline below the apices mass central incisor، ونشوفها هواية. وهاي بالنص السواد اللي نشوفه هذا هو اللينجوال فورامين. احنا ها خلوا ببالكم مو قلنا كل فوسة هو اسود، كل بون راديو اوبيك كل فورامين هم اسود راديو لوسنت كل فورامين، فهذا اللينجوال فورامين بالنص اللي محيطة باي جينيال تروبيكلز اللي هي تبين ابيض، الفورامين راح تبين راديو لوسنت. فاذا جينيال تروبيكلز وين موجودة؟ تيوبريكلز باللينجوال سيرفيس، شوفنا الصورة اللي على اليسار باللينجوال سيرفيس مال ماندبل سيرس فور قلنا مصل اتاتشمنت. شلون تبين بالاكس راي؟ رينج مثل رينج شيب راديو اوباسيتي بالميد لاين بلو الابيسيز مال سنترال انسايزرز. عندنا شغله اللخه اللي هي المنتال ريدج اللي مثل ما تشوفوها بالسهم، وين هاي موجوده؟ باللاترال سيرفيس مال ماندبل كاناتومي هذا احكي. شلون راح تبين لي بالاكس راي؟ هوريزونتال راديو اوبيك لاين اكستندينج فروم من تجيني من البريمولار اريا بريمولار للسيمفيسيس، سيمفيسيس هو الميد لاين مال جو بالوسط الميد لاين اوف الماندبل اللي هو الرايت والليفت سايد مال البون ميت اور فيوز توجذر، سيمفيسيس يعني تعرفوا بالنص، فهو من تجيني هي من اسمها رج يعني حاف يعني بون يعني صاعده حافه صاعده، فاذا هي راديو اوبيك هوريزونتال راديو اوبيك لاين اكستندد من البريمولار ريجن تو ذا سيمفيسيس. هسه نجي للراديو لوسنت فيتشر، اول شيء هي اللينجوال فورامين قلت لك ما قلتها قبل شويه، سمول راديو لوسنت دوت بالميد لاين اوف راديو اوبيك جينيال تروبيكلز بالنص لوكيتد وين في نفس الموقع انفيرير تو ابيسيس مال مانديبولار انسايزر. مرات ما نشوفها ليش؟ لانه هي كلش سمول سايز ف مو كلش واضحة دائما. زين المنتال فوسة، المنتال فوسة قلنا كل فوسة ايش راح تبين؟ بين راديو لوسنسي. هاي الرج شوفوا المنتال رج هنا، هاي البون الصعدة مال البون الحافة العالية هاي الرج، وقلنا الرج معناها بون هواية دينس بون معناها راديو اوبيك. الفوسة ايش راح تبين؟
راديو ليوسنت اوفر وين بالمنتال رج، هاي اللي احنا قلناها قبل شوية المنتال رج، تجي الفوسة الراديو ليوسنت فوقها، مو دائما نشوفها طبعا، المنتال فوسة راديو ليوسنت اري ابوف المنتال رج. اون دنتال ايمج ايش راح تبين؟ الابيرنس مالتها يختلف وديترماين بالثيكنس اوف البون ان انتيرير ريجن مال ماندبل، فمو دائما واضحه عندنا بس لازم تعرفوها. النيوترانت كانال هاي موجوده بكل مكان بالجو، فالنيوترانت كانال سين موست فريكوينتلي، بس اكثر شيء وين نشوفها بالانسايزر اريا اوف اللور ارش. شلون راح تبين هاي؟ اذا شوفوها راح تبين لي ك هاي رقم 2 اذا تشوفوها صغيرونه، تبين ك راديوليسنت لاينر شادو بتوين الروت. واذا هم تشوفوها هسه بالصوره اللي على اليمين، هذا البسهم، هاي راديوليسنت فد لاين، هذا الخط هيك لاين مقوس، هذا نيوترنت كانال. زين هسه الماندولار بوستيرا ريجن راديو اوبيك فيتشر اللي هو عندنا بالبوستيرا، شنو راديو اوبيك اللي عندنا؟ الاوبليك ريج او الاكسترنال اوبليك ريج اللي هاي تشوفوها، تشوفوها الاناتومي مالتها اللي على اليسار، هاي المنطقه الحمراء. شلون راح تبين لي؟ راديو اوبيك باند اكستندينج داونورد اند فورورد، من تجيني من الانتيرير بوردر مال ريماس، تعرفون هذا البادي وهذا الريماس لازم تعرفون، فهي تجيني لي تنزل لي جوا وللامام، مين؟ من الانتيرير بوردر مال ريماس اوف ذا ماندبل، تنزل من فوق وتجينا وين تنتهي؟ طبعا اند بالمانديبولار ثيرد مولر ريجن للايت، تبدي من الانتيرير بوردر مال الريماس، شلون تنزل لنا داونورد فورورد، تنتهي بالمانديبولار ثيرد مولر ريجن. زين هسه المايلوهايويد ريج، هاي مين تجي المايلوهايويد؟ تشوفوها هسه هاي بالاحمر، هاي تبدي لي اكستند فروم ثيرد مولر ريجن داونورد فورورد، تجي ذاك مو جينا هسه الاوبليك ريج الاكسترنال اوبليك من الريماس للايت، هسه من الايت راح يطلع لي المايلوهايويد ريج، مين راح تطلع لي؟ من الايت للبريمولر، اكستندينج فروم ثيرد مولر ريجن داونورد فورورد تو سكند بريمولر، للسكند بريمولر وين؟ باللونجوال سيرفيس مال ماندبل. هاي كاناتومي، شلون راح تبين لي بالصوره؟ احنا كنا كل ريج هي بون راديو اوبيك dense radio opaque band that extend downward forward from third molar region at the level طبعا of the abysses of posterior teeth parallel and always inferior يعني جوا below the oblique ridge طبعا تحت the oblique ridge وتنتهي بالمنطقة السكند، شوفوها السكند بريمولر. طبعا هي دائما will most likely to be image apical below to teeth root and maybe superimposed over root، مرات تصير superimposition يعني فوق روتات مال mandibular teeth. زين هسه عندنا الانفيرير بوردر مال ماندبل، شرحناها بالبداية المحاضرة، هذا اللي هو قلناها كورتيكال بون، فراح اشرحها تبين راديو اوبيك. هاي شو وقت تاخذ لي؟ اذا اني كلش مسويه ديبلي ديبريست، سوري مسويه الفيرتيكال مالتي كلش، اف الراديوغراف از ديبلي ديبريست ان ذا فلور اوف ذا ماوث كلش منزلته، اور الفيرتيكال انجل مالتي اكسسيف فيرتيكال دايمنشن مستخدمه، اذا اني مستخدم اكسسيف فيرتيكال دايمنشن راح يطلع لي الانفيرير بوردر مال ماندبل اللي هي كورتيكال بون، راح اشرح تبين ثيك راديو اوبيك بوردر. الماندوبولار توراس او لينجوال توراس، توراس ماندوبولاريس، هاي نشوفيه هو بون اكسستوسيس يعني تكوين من العظم، زيادة من العظم طالعة عندي مثل ما تشوفوها، هاي الصورة اول صورة على اليسار، هذا اوكلوزال ايمج اوكلوزال راديوغراف صورة، بدي تشوفون هذا البون الزايد منه ومنه. اذا بي اي مرات طبعا ها البون اكسستوسيس او هو توراس ماندوبولاريس تكون بايلاترال، اغلبها بايلاترال يعني من الجهتين، فهسه شوفوا هاي الصوره اللي بيها سهم اصفر بينه منها ومنها، فهاي شلون هم تتاكدون من عندها؟ هم لازم يشوفون البيشنت كلينيكالي حتى تشوفون انه هذا عنده، هاي شنو عنده تتاكدون. وهاي يعني ماخذه بس يعني من هنا الصوره اللي جوه ماخذين بس يعني من جهه واحده، فما اعرف انه كان عنده بايلاترال او لا.
فهي شلون راح تبين؟ ايش ده تشوفوها انتو؟ ده نشوفها هي راديو اوبك، وطبعا لان هي بون وقلنا كل بون راح يبين راديو اوبك. هسه الراديو لوسنت فيتشر اللي هي هاي كلش مهمه، المنتال فورامين. المنتال فورامين اللي اسالكم واجيبها بالامتحان لانه كلش مهمه وقلتكم تفيد. المنتال فورامين احنا ماخذيها دائما وين موجوده بالاناتومي؟ ماخذيها بين 4 و 5، بس اكثر شيء تجي تصير بلو 5، مرات بين 4 و 5 بس اغلبها بلو 5. هي سمول اوبننج باللاترال سايد مال البودي مال ماندبل، وانا اشوفها نير الابيسز يعني الابكس مال البريمولارز. هي شو تكون؟ سمول اوفويد راوند راديولوسنت اريا لوكيتد بالابيكال ريجن مال المانديبولار بريمولار. شلون لازم تعرفوها؟ هذا لازم تعرفون هاي منتال فورامي، ما يصير اقول هذا بري ابيكال ليجن سواء سيست او غرانيوما او ابسس. شلون راح تبين لي سمول راوند اور اوفويد راديولوسنت اريا؟ شلون اعرف هاي منتال فورامي؟ من البوزيشن مالتها، شلون افرقها عن الليجن؟ من البوزيشن مالتها، انه مكانها صاير بين الفور وفايف او بلو الفايف. وشلون اعرفها مثلا عن ابسس او ابسس؟ ابسس يعني خراج، شلون اعرفها؟ طبعا هم لازم التوث ذاك يصير بكريز ونون فايتال يعني بعدين تاخذوها، بس المهم تعرفوا لي هاي منتال فورامين. ما يعني لازم اعرف شلون ما اسوي مس دايجنوز ويا بري ابيكال ليجن. وهاي بالبري بالاو بي جي شوفوا اللي على اليسار هاي المنطقه الحمراء هنا، هاي اني موجودة هم يعني بلو الفايف. السب مانديبولار فوسا هاي قلنا كل فوسا هي راديولوسنت ابير راديولوسنت اريا بالمولر ريجن بلو المايلوهيويد ريج. زين طبعا كلش قليل هنا اللي يكون فيو البون ترابيكولي بشوفه بهاي بالسب مانديبولار فوسا، فدائما يعني يصير فاريشن يعني من انديفيدوال وانديفيدوال بال الراديو باس راديو سنسي مالتها. بعض الصور تكون يعني بعض البي اي بي اي يعني بري ابيكال ايمج تكون كلش واضحه، ومرات لا مرات يعني ما مو يعني مو كلش اقل وضوح. ان اذر مي بي سلايتلي مور راديو سنت ذان ادجسنت، ومرات مو كلش واضحه، ومرات تصير كلش راديو سنت مور راديو سنت. هاي هم كلش مهمة كلش مهمة لكم واجيبها بعد شو تريدون كل هذا اقول لكم اياها، لان هاي مهمة تفيدكم حد ما تتخرجون ولازم ما تنسون. يعني هسه يجوز اني اكو شغلات راح تنسوها يعني خلاص يعني بس سديتوا المحاضرة ورجحتوا للرابع ان شاء الله راح تنسوهن، ذني يعني اللي قلتهم ما ريدكم تنسوها حتى تعرفون شخصون تعرفون من يجي محاضرة يعني يشرح عنها تذكرون مكانها تذكرون شكلها، لان يعني هواية تفيدكم. وقلت لكم اجيبها اجيبها نص السنة واجيبها اخر السنة واجيبها على طول لانه مهمات. اللي هي المانديبولار كانال او الانفيريور اليفولار كانال اللي يدخل بيها الانفيريور اليفولار نيرف، هذا تشوفوه يدخل لنا من المانديبولار فورامين يدخل هذا النيرف الاصفر ويوصل للمنتال فورامين حتى يتفرع لي يعطيني المنتال نيرف. المهم هي كانال شوف هذا تهب باسج المانديبولار نيرف اند بلاد فيزلز. شلون راح تبين لي بالصوره؟ هاي صوره جوا اللي على اليسار المسهم الاسود، ف ابير ات كان راديو لوسنت باند اسود. هاي راديو لوسنت باند تو ثين راديو اوبيك لاينز ذات ريبريزنت الكورتيكال بون اوف الكانال اوتلاين المانديبولار كانال. هاي الكنال دا اكو بيها بوردرين يعني حافتين، شلون نقول لانين خطين فوق وجوا، هذا شوفوه صحوله يعني تو ثين راديو اوبيك لاين ذات ريبريزنت. شنو هاي؟ تمثل لنا الكورتيكال هيني كنال تيوب لايك باسج يعني مثل الانبوب يدخل بيه النيرف. فهاي ميم يتكونه من كورتيكال بون، فالكورتيكال بون اللاين داير مدار هذا ايش راح يبين؟ راديو اوبيك. الوسط مالت الكنال اللي داخل بيه النيرف ش راح يبين؟ راديو لوسنت. The mandibular canals appear below or superimpose over the apices of mandibular molar teeth. The mandibular canal of image in premolar molar area below the apices. وانا اشوفها من اخذ البريمولار مرات اكثر شيء هي below يعني من اخذ
اكس راي لل6 وال7 وال8 او بال7 وال8 تبين. هاي مثل ما تشوفوها هاي عندكم بالاو بي جي شلون مبينه واضحه، هذا الخط الاحمر نازله من المانديبولار فورامين الى انباع وين منتهيه بالمنتال فورامين. مانديبولار فورامين تنتهي بالمنتال فورامين. شنو يدخل جواها؟ الانفيريا اليفيلر نيرف. لان انا مرات من اريد هسه وين اكفى الصوره، هاي اول صوره اللي جوا او هاي الصوره اللي فوق الانفيريا اليفيلر دنتال نيرف واللور 8 وزدم توث رايت سوري وزدم توث. ايش تشوفون اكثر شيء من انا اريد اسوي لل8 مثلا هذا ال8 هوريزونتال امباكتد اريد اقلعه، فاشوفه انه هو صاير امبيدد يعني يعني قريب على الكنال لو لا، بحيث من اقلعه ما اثر على الكنال. لين اكو مراجعين عندنا وحده بالدوام قلعنا لها ال8 قلعوا لها قبلها، طبعا احنا اخذنا لها او بي جي وكان كلش يعني قريب على الايت وسوبر امبوست. طبعا الاو بي جي هم تو دايمنشن، فاحنا نقول لهم يعني وقعناها على تعهد انه احتمال حيصير عندش نضرب النيرف، واذا ضربنا النيرف حيصير خدر بالمنطقه، فخطيه يعني اشتغلنا اشتغل هي دكتور فلان بعد ما شالها الايت لحد هسه. هاي طبعا من 2012 لحد هسه هي عندها خدر باللور رايت سايد او ليفت ما اعرف المنطقه لللور ليب، هاي كلها خدرانه لانه كان الايت يعني قاعد على النيرف على الكنال، بحيث من شلعه صور يعني انجري للنيرف بعد، يعني هذا مو مستيك لان هو الحاله مالته هيك. فهسه بعد اكو شيء احسن واحدث هو اللي سي بي سي تي الكومبين كومبيوتر توموغرافي سناخذه ان شاء الله. هذا 3 دايمنشن يعني من ثلاث ابعاد بحيث اعرف هذا الايت داخل بالكنال او لا، هذا كلش حلو. المهم انتم لازم هسه تعرفوا لي الانفيريور الفلار كنال حتى تعرفوها هاي انه قريبة عن الايت لو لا، وحتى بالامبلانت هم تفيد بالزرع اذا انا حتى اعرف شقد ادخل الزرعة مالتي ازرع قريبة. لازم ابتعد عن هاي الكنال ما اسوي لها انجري بالدرار مالتي حتى ما يصير عندها بيرمننت باراستيزيا، باراستيزيا يعني خدر للبيشنت، فلازم تعرفون هاي الكنال. اوكي ان شاء الله يعني يكون استفاد. ما عبالي خلصت، خلنا نكمل عبالي خلصت. يلا هسه نجي الراديوغراف مال المانديبولار، هاي انا حاطتكم اياها حتى سوفت مراجعة بسيطة. هسه ايش نشوف؟ هذا رقم واحد قلنا الاوبليك ريج الاكسترنال اوبليك ريج، عندنا رقم اثنين اللي هو المايلوهايويد ريج، هاي اللي بتشوفوها المانديبولار كنال الثين، هاي لازم تشوفوا تشوفون شلون الثين بارالل راديو اوبيك لاين ريبريزنتينج الكنال وول، هاي رقم ثلاثة طبعا انت احكي اني. الاربعة اللي هو السب مانديبولار فوسا اللي هو قلناها مرات بين كلش واضحة مرات مور راديو ريسنت من الاذر ريجن، لازم تعرفون. هسا لا صدق خلصنا. يلا فرجاء طلاب اريدكم تركزوا لي على اللي قلته عليكم، هذني عندكم المكزيلاري ساينس لازم، عندكم المنتال فورامين انفيريا الفار كانال لامينا ديورا بريودنتال ليجمنت، ذني كلش كلش مهمات ولازم تعرفوا. ما عاد طبعا الباقي هم كلش مهم، الانتيرا نيزال سباين والنيزال سيستم وهذني والزايجوماتيكو بروسيس والكوما اللي حكيناهم ذني، بس ذني بالاخص مهمات يعني دولك هم اجيب اسئله عليهم، بس ذني مليون مية اجيب وحتى بالفاينل اجيب، لانه هاي ضروري من تصعدون مرحله جديده لازم تعرفون، ومن تتخرجون لازم تعرفون، فأتمنى تفهموهن حتى ما تنسوهن. شكرا جزيلا.